تلتزم أي دولة تحصل على تنظيم كأس العالم بإتاحة المجال للجميع لحضور البطولة ومشاهدة المباريات واحترام حقوق الإنسان بمفهومها الواسع. هكذا تشترط قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وهي شروط ملزمة للدول التي تتقدم بملفاتها لتنظيم البطولة الأهم في العالم. لكن العالم ينظر بعين الريبة لإمكانية تنفيذ القوانين والالتزام بحقوق الإنسان من قبل دولة قطر فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم. موقع فوكس نيوز نشر تقريرا شكك في مدى التزام قطر بحقوق الإنسان والسماح لجنسيات بعينها من دخول قطر لحضور البطولة. ما نشره فوكس نيوز استند لتقرير شركة استشارات بريطانية بارزة كشفت فيه أن القوانين القطرية تتعارض مع قوانين الفيفا، خصوصا فيما يتعلق بالمثليين الذين تعتبرهم القوانين القطرية مجرمين فيما تمنع الفيفا التمييز ضدهم. ولهذا طلبت الفيفا في بيان سابق السلطات القطرية بإعلان موقفها بشكل واضح وعلني من مجتمع المثليين والالتزام بعدم اضطهادهم. هناك أيضا الإسرائيليون، حيث ستكون قطر مطالبة بالسماح لهم بدخول البلاد بجوازات سفرهم. لكن بحسب فوكس نيوز لا تدرج السلطات القطرية إسرائيل كدولة يمكن طلب التأشيرات فيها. أعلنت قطر أيضا على لسان مسؤولين رسميين أنها لن تمنح التأشيرة للمصريين، ووصفتهم بالأعداء، وهو تمييز يناقض قوانين الفيفا. That would like to come because it's been very difficult for them to get tourist visas in the past. مخاوف الإعلام العالمي من عدم التزام قطر بقوانين الفيفا ألقى بظلاله على رعاة البطولة من الشركات الكبرى التي تخشى من مواجهة حملات مقاطعة جراء رعايتها لكأس العالم في قطر إذا حصل تمييز بحق المثليين أو الإسرائيليين. قطر حاولت استغلال كأس العالم لتلميع صورتها بعد إدانتها من جهات عدة بتمويل الإرهاب واحتضان المتطرفين، لكنها اصطدمت بقوانين الفيفا، فهل ستلتزم بها؟ كثيرون حول العالم ينتظرون الإجابة قبل الذهاب إلى قطر.